الميدان يبقى ميدان يقوينا، كل ما أنجزت قواتنا إنجازا نحن في السياسة الخارجية نقوى. المعلم: انتصارات جيشنا أفقدتهم توازنهم، وقرارهم بالتسليح يطيل أمد العنف والقتل، ولكنهم لن ينتصروا. الاتحاد الأوروبي ينوي التخفيف من العقوبات المفروضة على سوريا، ويقترح عددا من الخطوات الهادفة إلى دعم العملية السياسية فيها. الجيش اللبناني يحكم السيطرة على مجمع الأسير وإرهابيه ومقتل مسؤوله العسكري وفراره مع عصابات جبهات النصرة الإرهابية. مجلس الشعب يقر تعديل قانون العقوبات لجهة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب. الحلق ينفي صدور أي مرسوم يمنع التداول بالقطع الأجنبي، والفعاليات الاقتصادية تدعو إلى محاسبة المتاجرين بسعر صرف الليرة وقوت المواطنين. نشرة الأخبار الرئيسة من دمشق، أهلا ومرحبا بكم.